هواية نمت بدافع رغبته في امتلاك سلالة نادرة من سلالات الحمام ذي الأنف الصيني القصير وتطوير مواصفاته وجيناته، لينجح العشريني محمد تركي في تسويق منتجه من اليمام غريب الشكل وباهظ الثمن وتوصيل اسمه إلى أسواق الخليج والوطن العربي. الزميل محمد رشيدات والتفاصيل. هواية تحولت إلى هيام بهدي للحمام، قصة عشق تمتد لأكثر من 20 عاما. بطلها عشريني استوصد هذه الأقفاص لتكون محيطا لتفاخر أنواع عديدة من سلالات اليمامة. طيور نادرة تختال بقوامها، تتبختر في مشيتها، تتفاخر بروعة جمال تاجها واستقامة أعناقها، تشد الناظر إليها دونما أن تصدر صوتا أو أن تحدث ضجيجا، وعند رؤيتها تتيقن بعظم من صور حسنها. هذه النوعية من الحمام ما هي موجودة أساسا في الوطن العربي، فصار عندي شغف أني أدخلها للبحرين أو أدخلها للوطن العربي، وهذا الشيء اللي خلاني أتخصص بهذه النوعية. فسنة 2000 طبعا بديت تربية حمام عندي، ف2018 أو قبلها بشوي استهوتني هذه الهواية، طلعت عليها عن طريق الانترنت، موجودة ولكن موجودة فقط في الصين، وصار عندي دافع ان شلون اجلب هذه الطيور الى البحرين. تربية هذه الفصيلة من الحمام الغريب وباهظ الثمن تحتاج الى مهارة واتقان في التعامل معها ومراعاة مزاجها، فبعدما ان اكتسب محمد تركي هذه الهواية من والده منذ ان كان في 8 من عمره، بدأ يذود عن طموحه ورغبته يوما بعد يوم في أن يصبح ماهرا متقنا في امتلاك هذه السلالة المستحسنة من الحمام. يحتاج إلى اهتمام جدا، بحيث أن هذا الشخص هو نفسه هو اللي يعرف شو يسوي فيهم بالضبط، من حيث أن الأكل، من حيث التربية، من حيث العناية من الأمراض. هذه النوعية تعتبر الأندر والأغلى ثمنا في العالم، ولهذا السبب أنا استهويتها. تقريبا توصل لأسعار الزوج إلى 8000 دولار. هذا الطيور اللي هو حمام الصيني أساسا هو طير تبع تطير، يعني مو مال زينة، فهذا اللي خلانا نطوره بهذه النوعية. جلبناه، حاولنا التطوير الجيني فيه، خليناه بشكل أجمل، بشكل يعطي جمالية من حيث الشكل، من حيث الأنف اللي هو أساساً اسمه تشاينيز ناسال اللي هو الأنف الصيني، فحاولنا من الأنف الطويل إلى الأنف القصير، وهذا اللي خلانا أجمل وخلاه طير نادر وقليل إنتاجه. عندي حلق يحمل اسمي ويحمل بلدنا البحرين أو مملكة البحرين، خلاني إن شلون أوصل اسمي إلى دول الخليج، وخلى الموضوع ينتشر أكثر إن دول العرب أو دول الخليج العربي. خطوة في مكانها الصحيح كانت كفيلة أن تصنع لنفسه اسما في منطقة الخليج والوطن العربي بأكمله كمطور لأعجب سلالة من الحمام ذي الأنف القصير، لتسجل صفة التعديل الجيني باسمه عن جدارة واستحقاق. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.